اهلا بيك. بالبدايه اشوفك صغيره على موضوع الطلاق، ايش قد وقت وطلقتي؟ شوفي، انا تزوجت شهرين وطلقت، ما كملت بزواجي لان ما تفاهمنا من البدايه. تمام، انه شهرين وانفصلتي، اريد اعرف تفاصيل حياتك من البدايه، شلون كانت انت، شنو وضعك العائلي، كملتي دراسه، وضع اهلك، احكي لي من البدايه تفضلي. إذا أحكي لك قصتي من البداية، يعني قصتي تبكي أي واحد يسمعها، يمكن يبكي على حالي. يعني ما كملت الابتدائية، ما كنت زينة بالمدرسة، أبوي وأمي ما يقرون، هم أصلا يعني ما مكملين، وأمي خلت لي معلمة. أنا عندي 4 أخوات واثنين ولد، ولد كبير وولد صغير، صغير يعني بالابتدائية هسه كش صغير. فما أنا ما نجحت بالدراسة وبطلت، يعني بالابتدائية وبطلت، قعدت بالبيت. أبويا كان ما عدنا إحنا إيجار من بيت البيت، لحد ما الله سهلها علينا واشترينا، بس اشترينا بتجاوز، قعدنا منطقة واحدة من التجاوز بغداد. ما قدرنا يعني بالبداية نبني البيت زين، شوية شوية بابا يشتغل ويعمرنا بالبيت، يوم يكيش يوم يبنينا الستارة يوم السطح يعني، وهكذا لحد ما الحمد لله صار بيتنا زين، صار بيتنا حلو. قلت شان هاي يعني صرت عمر متوسطة. أني هاي الفترة يجوني ناس، يتقدمون لي ناس، بس كان أبويا ما يقبل، يقول أني عمرها 18 سنة 20 سنة يلا أزوجها. أمي لا، تقول لا، البنية تكبر وهي ما كملت دراسة، فخلت تتزوج. أختي الأكبر مني هم ما كملت دراستها، بس أنا يجوني أكثر من أختي. أخواتي اللي أصغر لا، بعتهم بالمدرسة. أخوي الكبير ما دارس، يعني هاي السؤال في الوليد يطلع وياهم، هاي مرات يشتغل ويا أبويا ومرات لا يقعد. طبعا هذا الموضوع هو من المواضيع الخطرة جدا، كون أنه سلوك الفرد يشكل ويعدل، يشكل يعني منذ نعومة أظفاره، ويعدل إذا كان السلوك غير مرغوب فيه. تلك يعني الأقسام يتم التأثير عليها من قبل عدة عوامل، أهمها عامل الأسرة، وثاني أهم العوامل هو العوامل الاجتماعية. طبعا هاي إذا يعني تحدثنا عن العوامل الأخرى، فعوامل الوراثة، يعني العوامل المكتسبة وإلى آخره، لكن أهم عاملين موجودة في تشكيل وتعديل السلوك هي الأسرة والمجتمع. تلك يعني ظاهرة، هي ظاهرة جدا خطرة، تقع على عاتق مسؤوليتها على عاتق الأبوين، الأم والأب بالدرجة الأولى، إذ أنهما يعني المحددين الرئيسيين لتشكيل وتعديل السلوك لدى أبنائهم. يا سما أعرف يعني مسألة يعني ترك الدراسة أو يعني التكاسل عن القيام بواجب الدراسة، خصوصا بال يعني فترة البرايمري سكول أو الدراسة الابتدائية، يعني الطفل هنا يعني يكتسب عوامل وظروف ومحددات من البيئة المحيطة من عنده. هذه العوامل تكون خطرة، ليش؟ لأن هو أثناء تشكيل السلوك، فأكيد حرص الأم والأب على طفليهما يختلف عن حرص الآخرين على هذا الطفل، فممكن هذا من يخرج من بيئته الضيقة اللي هي مرتبطة بالأسرة وحدود الأسرة، الأم والأب والأخوة والأخوات. في هذه المرحلة أنا أشوفها يعني صعبة وخطرة. هسه نحن نعرف أنه سابقا كان الأولاد والبنات في مرحلة الثانوية، صف السادس الإعدادي بشق فرعيه الأدبي والعلمي، يعني يشوفهم أنه يذهبون إلى المدرس الخصوصي، لكن
بالآونة الأخيرة أصبحت يعني ظاهرة جدا خطرة. الأطفال صف أول ابتدائي لديهم مدرس أو معلم أو مدرسة أو معلمة خصوص، فهنا هاي هتأثر على قوة الأواصر والترابط الأسري، ورح تنطي الطفل فكرة بالاستقلال وهو غير ناضج. نعرف أنه العوامل الوراثية وحتى المكتسبة لازم تصل إلى مرحلة الفرد يصل إلى مرحلة النضوج أو النضج حتى يقدر يعني يتقبل هكذا نوع من العوامل. احنا مسامعين على طفل عمره 4 أشهر أو 5 أشهر وقام يمشي أو قام يتكلم، ليش؟ لأن الجهاز الكلامي مالته غير ناضج والجهاز الحركي أيضا غير ناضج، فبالنتيجة أنه هكذا نوع من التكاسل والإهمال راح يؤدي إلى نتائج وخيمة، خصوصا أنه الأطفال الآخرين أيضا جايين من بيئات مختلفة، فقد يكون يعني المردود نتائج سلبية بعكس ما هو مطلوب. والله بالحقيقة التعليم جدا ضروري خاصة للإناث، يعني قد يكون هو ليس أقل أهمية من الذكور يعني، لكن الإناث أكثر أهمية وحرص، لابد أن تكون العائلة أكثر حرص على الأنثى أن تكمل، الإناث يكملون تعليمهم حتى ولو تعليم أنه للمتوسطة أو الإعدادية أقلها قادرين على قراءة الأشياء الضرورية اللي تمس حياتهم، تمس حياة أبنائهم مستقبلا. فالتعليم ضروري، مثل ما تعرفين بلدنا التعليم مجاني، يعني حتى في الجامعة تعليم لحد نهاية المراحل الدراسية مجانية، لكن هنا تكون التطبيق القوانين قد يأخذ جانب مهم بتطبيق هذه القوانين مثل التعليم المجاني. عدم تطبيق قانون إلزامية التعليم وفرضها على أولياء الأمور صار بها استهانة بالموضوع، وبالتالي يقول لك على شنو أنا دا أصرف عليها، هي تاليها البنية للزواج، فيستخسرون حتى أنه يدرسوها للمدرسة، أنه راح أصرف عليها لبس وحقائب، وبالتالي راح يحرمون الطفلة من حق من حقوقها. إذا كان الشرعية أو الوضعية القوانين الشرعية أنه لابد أنه الطفل يأخذ كامل حقوقه ويعيش حياته ويعيش مرحلة الطفولة بكاملها بسلام. نعم، هذا جزء من احنا نسميه يعني التحمل المسؤولية، أنه قد تكون يعني الأم أو قد يكون الأب غير متعلم، لكن جزء من التضحية هو أيضا يعني إضافة إلى تضحيته بساعات التعب والعمل والجهد وبالنتيجة حتى يقوم بتربية الأطفال، فأيضا هذا جزء من التضحية هو تخصيص جزء من وقته لدراسة أو مساعدة أطفالهم على الدراسة خصوصا في هذه المرحلة الحرجة. لاحظي أنه بما أنه الأسرة الأب والأم هم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، فضروري يخلون معلم يتابعهم يعني، لكن أنا ما أنصح أنه المعلم خاصة في المراحل الأولى الدراسية، لأن الطالب في ذمة المعلم، يعني في الصف الأول والثالث هو مسؤولية تعليمه مسؤولية المعلم، وأما في البيت هو فقط إنجاز واجبات بيتية بسيطة، لكن التعليم الأساسي هو يتلقى من المعلم. ولهذا تشوفين أنه تكون ثقيلة، أنه المعلم اللي يخلوه يراد له فلوس هم عائلة فقيرة، فأكيد راح أنه يقول لك يعني يستكثر المبلغ، يقول لك أحطه في جانب آخر بدل ما أنطيه للمعلمة، فيبدون يهملون متابعة أبنائهم أو متابعة بناتهم بالدراسة. حياتنا هيك يعني، أم تريد تزوجني وحتى بلكي أهمين تزوج أختي، بس أختي ما مقتنعة،
وأبويا رافض الموضوع. أنا ما عندي مشكلة يعني، أنا عادي إذا أتزوج ما عندي مشكلة، هي هاي حياتنا ما عندنا أي مشكلة. بس الحين ما صار يعني، صارت لنا السالفة وغيرت حياتنا كلها. أخويا كلش مرتبط بأصدقائه ومتأثر بيهم، جت فجأة إنه يسافرون، يطلعون يهربون، ومن هناك يروحون على دولة غربية. فما أعرف، هو خلى الفكرة بباله، تعارك وياي أبو، يعني أبويا وأمي تعارك وياه، هو بقى مصر على هاي الفكرة ولازم يطلع وياهم. أو قرر، فبيوم ما لقينا، ما أخذ كم لبسة إله وطالع. من طالع هو كان يدزلنا مثلا يقولان وين وصلت وين آني، من تلفون صديقة، تلفونه ماكو ما يشتغل. طبعا أنا أبويا مريض أصلا، هو مريض دائما يعاني يعني مشاكل الضغط وسكر وهاي الأشياء، حالته كلش تعبت من أخويا طلع. فأخويا دزلنا آخر شيء، قال إحنا راح نعبر، نروح للنمسا بالبحر، وادعوا لي أنا يعني إن شاء الله أعبر. أمي هي بوقتها يعني من طلع قبلها، يعني شو تسوي هي، شو نسوي إحنا، هو مصر كان إنه يطلع. انطته تربة، قلت له خافي يجي البحر، هاي يذبون تربة بيها يعني. هي بهاي بأثناءها بعد انقطعت أخباره، ما ندري بعد عبر البحر ما عبر البحر. أنا أبويا تخربط هاي الفترة، كلش تخربط، الضغط ما تظل يصعد، فظل يفقد خطية. ودينا المستشفى، دخلنا بمستشفى، ما عاش أبويا، توفى يعني. هي بحكم عمرها الصغير أنه هذا التفكير، هاي ما تشاهده بالتواصل ويطلعون أوروبا، وهواية استعراض يستعرضون اللي هاجروا، أنه كيف الحياة وردية بالخارج وبأوروبا. بس هي بحقيقتها مو هيك ترى، يعني لي يروحون بعيد بهذه الأحلام، احنا نسميها بعلم النفس أحلام اليقظة، اللي تدمر حياة الإنسان لأن هي غير واقعية أحيانا. ست الهجرة لها عدة أسباب، منها قد تكون أسباب اقتصادية، ومنها أسباب اجتماعية، وأيضا يعني أسباب محاكاة، رغبة بتقليد الآخرين. نشوف أنه الأسباب الاقتصادية، الشباب اللي ما وجد فرصة بالعمل داخل بلده ممكن أنه يكون لديه طموح أن يجد فرص أفضل في دولة أخرى، خصوصا كانت دولة غربية، باعتبار هناك يعني فرص العمل والناحية المادية تكون أقوى من بقية الدول الأخرى. فلذلك قد يصل الحال إلى المخاطرة بالأرواح، وإحنا سمعنا هواية أنه كثير من الحوادث في البحر الأبيض المتوسط، ولحد هذه اللحظة إحنا نسمع عن غرق قوارب تحمل مئات من الأفارقة ومن شبه الجزيرة العربية، خصوصا من العراق وسوريا، كون أنه هذين البلدين تعرضوا إلى صدمات جدا عنيفة وتخريب بالبنية الاقتصادية وكذلك الاجتماعية. عسى أن يجد حل في هذه البيئات، على الرغم أنه هو لا يدرك حقيقة أنه المجتمع اللي قادم له هو مجتمع يختلف عن مجتمعه الأصلي، مجتمع قد لا يوجد فيه مبدأ التسامح إذا ما أخطأ، قد لا يجد فيه مبدأ العفو، قد لا يجد فيه مبدأ المساعدة إذا ما سقط في شارع أو إذا تعرض إلى حديث، العفو إلى حادث. كلها هاي راح تغطي عليها طموحها نحو الحصول على
فرصة للعمل. لا شهادة لا لغة عندها، إيش راح تسوي؟ راح تقعد وهو الأخ اللي يادوب يديطوا على قد العيشة مالته، هي وأمها راح تروح. إذن عبء لو تطور نفسها وتبدي تتعلم، بجانب أنه تفتح لها مشروع حتى لو من داخل البيت يرد لها مردود مالي يكفي احتياجاتها، وبالتالي يعني مو ضمان، مو ممكن تطلع قوانين انه ماكو لم شمل او ما، فلا تخلي ببالها وتلتهي او تنتظر انه تبقى على امل انه تطلع، خل تعمل واذا اجتي الفرصة تسافر. بعد وفاة والدك والله يرحمه ويصبركم، شنو اللي صار بعدها؟ انه انت فكرتي بموضوع الزواج رأسة واول فرصة اجتي؟ احنا بقينا يعني اخويا منا ماكو، ابويا ماكو، يعني انهارينا كلش تأذينا. وراها والله فترة رجع لنا خبر انه هو عابر للنمسا، وهسه هو موجود هناك احواله احسن، بس احنا ما قلنا لابويا توفى. هاي يعني هاي اللي صارت، هاي المشاكل اثرت بي يعني. وراها امي خطيه يعني بتخبز، ظلت تسوي اكل مثلا تبيع هاي الاشياء، وعايشين على هاي يساعدونا، بس نقول الحمد لله ان كان عندنا بيت حتى لو تجاوز. فبعد ماكو حل انه الا اتزوج، تزوجت شخص كان جيراننا، و جيراننا بس شان يعني مو كلش احنا نعرفهم طابين عليهم. من تزوجته يعني شلون مسيطر علي، هي شهرين بس انا شفت بيها عبالك سنتين، مو مسيطر علي يعني، يحكي متكبر عبالي يعني شلون ما وراك احد، هيك يعني حسسني ما وراك اب ما وراك اخ. امي خطيه فقيره بس تمشي حالي تريدني، انا يعني كنت لا ما رافضه هيك شيء، على الاقل شيء نتعارك وماكو تفاهم بيناتنا. فجأة خابروا على أمي تعي خذ بنتك، هي مشكلة صارت بينه وبينه، وأنا تلاسنت وياه ويا أهله، هم قالوا ما نريدك بعد روحي لأهلك. جت أمي خذت غراضي أنا وطلعت، قلت لها خلاص أنا أطلق. طبعا خوالي اعترضوا وقالوا لا رجعي وهاي، بس ما فاد يعني. أنا قلت لهم ما تفاهم وياه، أنا ما تفاهم وياه. إذا كانت غير مضطرة إنه خاصة البنات يعني الفتيات إنه تفكر في مستقبلها، لأن ما تعرفين أنت الزواج ممكن أنت يعني الزواج مو ما يطلع زواج جيد واستقرار، ممكن مثل هاي الحالة تصورت إنه هذا الزواج أو هذا الزوج راح يعوضها وراح يوفر لها الحياة والأمان، ما طولت شهرين. فأني ما أفكر إذا أني ما محتاجة أو ما إنه مضطرة إنه أتزوج، لا أكمل دراستي، عقلي يكبر، تفكيري يتوسع، نظرتي للحياة من خلال دراستي من خلال معرفتي بالآخرين راح إنه راح أعرف كيف أختار الزوج المناسب. أما أني طفلة أفكر بالزواج، أكيد هاي ما راح تكون صحيحة يعني. وإذا ارتبطت وهي زواج مبكر أكيد راح يكون هناك طلاق مبكر، وهذا ماذا يحصل في مجتمعنا، سواء كانت البنية مثل ما هاي الفتاة رادت تتزوج، أو أحيانا الأهل يفرضون الزوج على الطفلة وبالتالي هذا الزواج غير ناجح، ويكون طلاقنا سريع، زواج سريع طلاق سريع، وأحيانا الضحايا عندما يكون هناك أطفال. يعني هاي الفتاة هي الأقل تضررا من بين المطلقات، لأن ما عندها أطفال يعني، فالضرر يكون قليل بالنسبة للأخريات المشابهات اللي عندهم أطفال، لأن راح تكبر المسؤولية، خاصة هي مدارسة حتى تقدر تعمل، فهنا تكون المسؤولية والمشكلة مو مشكلة واحدة، مشكلة راح تكون مشكلة كبيرة، وممكن انه
تكون غير قادرين على أنه نحل أو تحل المشكلة الأم، وممكن أن تنحرف، ممكن أنه هذا حل مثل ما قلت لحضرتك قد يجلب كثير من المشاكل. الحياة الأسرية هي ليست حياة متساوية ما بين الشريكين الزوج والزوجة، لا، هي حياة تكاملية للفرد، يعني للزوج مسؤولية وواجبات وحقوق تختلف عن مسؤولية واجبات وحقوق الزوجة. لذلك هي العملية عملية تكاملية وليست عملية مساواة، وليست عملية يعني عملية نسبية مثلا هذا لي وهذا لك، وبالنتيجة أعمال بالضبط. إذا نظرنا للأعمال بداخل الحياة الأسرية يعني الزواج ابتداء، راح نشوف الكثير من الأمور يتقبلها الزوج والزوجة لأن هم فاهمين أو يعني الخطوة اللي هم راح يقبلون عليه. مثلا الزوج يعني يعمل ويكدح وبالنتيجة يخطط مع زوجته نحو انفاق هذه الأموال. البنت أيضا يعني مسألة صناعة الطعام وغسل الملابس وإلى آخره، هاي كلها أمور تكاملية قد ينظر لها بنظرات استفزازية إذا كانت يعني خطة الزواج غير صحيحة. قسم يعني يقولون أنه يجب أن يكون التعامل بالمثل، عدم قدرة أحد الزوجين أو كلاهما على تحمل الآخر أثناء فترة غضبه أو أثناء يعني متطلباته، يعني قضاء حاجة الآخر، هذين كليتهن قد يعني تفسر بتفسيرات خاطئة. لذلك الزواج يكون زواجا تكامليا توافقيا مدروس بدراسة، يعني دراسة بعناية فائقة، وحتى يدرسون الخطط المستقبلية لهم. ولا تنسين المرحلة العمرية هي مرحلة تقريبا بمرحلة المراهقة، فإغراءات واللي ما تشوفها على مواقع التواصل انه كيف الحياة في اوروبا وكيف انه هم مرتاحين، هي بالحقيقة ليس كل ما يعرض هو ويشاهدوه هو صحيح. يعني ترى الغرب يحتاج له او الدول الاخرى اللي راح يروحون، ماكو واحد يقعد، لابد ان يعمل. هي تفتقر الى التعليم وتفتقر الى اللغة، هي لو تستثمر هذا الوقت انه تبدي في مشروع تعمل به، تجمع بعض المال او تطور لغتها، تتعلم، تدخل تتعلم او تكمل التليفون حتى من الموبايل، بدل ما اتفرج اتعلم. وممكن انه تتعلم لان عندها وقت طويل سواء بالنهار او بالليل، مع انه اني ما اهمل انه اني لابد ان اخلي لي مشروع يرد لي مال قلها اسد حاجتي. يعني تمرضت على غفلة، اذا ماكو مال منين تتعالج؟ حتى المستشفيات الحكومية هم يحتاج لها روحة ردة، مو؟ فلا بد أن تفكر وتخلي في أمامها هاي الحياة إنه هي مو سهلة. هي حقيقة، يعني الزواج هي شراكة حقيقية، هي ما مرتبطة بعمر، لكن ليست بأعمار صغيرة. يعني بعض الأسر يعني كنتيجة لحل مشكلات قد تقدم على زواج بناتهن وهم في عمر 13 و14 و15 سنة، ويعني هذه الأعمار قد تنجح إذا ما وجدت أسر يعني تصون وتعمل على يعني إيجاد بيئة هادئة. ويعني هي لا ترتبط فقط
بالزوج والزوجة مهما كان عمرهم صغير أو كبير، أيضا لتدخلات عائلة الزوج وعائلة الزوجة أيضا لهم أثر كبير في إنجاح أو إفشال الحياة الزوجية. زين، ما صارت فترة خطوبة ما تعرفتي عليه قبل لا تتزوجين؟ يعني ما صارت تسألي على الخطوبة، ما صارت فترة خطوبة، يعني 100 أيام ورأسا تزوجنا. هو كان مجهز كل شيء بس رايد له بنت الحلال وصارت. ما فهمت، ما صار بيناتنا يعني تفاهم. زين، شنو سوء التفاهم؟ هي شهرين، يعني شنو اللي شفتي منه؟ شنو المشاكل اللي صارت؟ على شنو هذا سوء التفاهم؟ ما اني لا افهمه، هو شرير ولا هو دوم عصبي ويتعارك. يعني هاي خلصت انا الشهرين بس يتعارك وياي، وعبالك اني جايبني بس حتى يفرغ هاي عصبيته. انا ما اتحمل، تاني طالعه يعني من صدمه. انا حالي يعني الزواج كنت اريد ارتاح بي، مو هم مشاكل وعصبيه ونفسيتي انا ما تتحمل. قلت لهم اني يعني هو لا اقدر اخلي محامي ولا اي شيء، وخلي يعطيني الغايب مالتي. هو ما اعطاني الغايب مالتي، ظل يعني الناس تروح عليهم، ناس تجي عليهم، بس اخذت ملابسي اني والذهب مالتي والغرفة هاي ما اخذتهن، وبقيت يعني فترة هواية. هو ما قابل ينطيني غراضي، بس هو طلقني السيد. جتني الورقة طبعا، أنا بعدين رحت تاني للمحكمة وأمي لهناك، شفت هواية يعني محامين وهاي، فقلت لهم هذا جتني مع الطلاق. يعني مع هذه العائلة اللي هي يفتقر مستواها التعليمي، انه الاميين لا يقرا ولا ومع ذلك انه هو فكر انه بنته بعد طفله، بعدها طفله غير قادره على ان تكون زوجه وان تتحمل مسؤوليه الزوج ومسؤوليه يعني الحمل، انه هو نظر على انه هي طفله، فلا بد انه تصل الى عمر يأهلها أنه تقوم بكل المسؤوليات، تتجاوز مرحلة الطفولة على الأقل، يعني تدخل في مرحلة المراهقة أو بداية الشباب بال 18 أو 20 سنة، ممكن أنه الفتاة تكون مؤهلة وقادرة. قادرة شنو؟ قادرة جسميا وعقليا وانفعاليا على أنه تقوم بمهامها الزوجية واحتواء زوج و تربية أبناء والعناية بالأسرة. لكن إذا هي بالمراحل الأولى وتركت المدرسة، يعني بالخامس ابتداء هي قادرة على أنه هي طفلة. لا شك يعني وجود بعض المفردات لا غنى عنها، لكن المشكلة في فهم هذه المفردات. الكثير من الأسر هم حريصون على مستقبل أبنائهم سواء كانوا بنين أو بنات، لكن هذا الحرص يجب أن يدعم بوسائل حماية، وأهم حماية للأبناء هو زرع روح الطموح أو زرع مفهوم الطموح. والطموح لا يأتي إلا من خلال التخطيط، والتخطيط لا يأتي إلا من خلال الدراسة. فكان حريا على الأبوين أن يتابعون أولادهم في مسيرتهم الدراسية، لأن الدراسة ولا غير الدراسة هو اللي يعني يقوم بفتح وتوسيع آفاق تفكير الأبناء. يعني احنا نعرف أنه اللي يتسربون من الدراسة نجدهم في يعني يمارسون مهن. طفل عمره 7 سنوات وثمان سنوات نشوفه يشتغل في فرن الصمون، ونشوفه في الترافيك لايت يمسح جام سيارات وإلى آخره. كل هذا يعني نتيجة عدم وجوده مع جماعة الأقران داخل المدرسة. الدراسة ولا غير الدراسة هي اللي تفتح أفق الأبناء. أما مسألة يعني الزواج، أنا لاحظت
بالآونة الأخيرة أنه أصبح الزواج هو محطة وليس هدف، وليس هدف تكوين أسرة، وكأنه محطة حال حال محطات الحياة يقفون عندها لفترة وجيزة ومن ثم يغادروها دون الاكتراث بتبعات هذه يعني التحركات اللي هي تحرك يعني تحرك خطر يؤدي إلى تهشيم المجتمع. لأننا نعرف كليتنا أنه الأسرة هي نواة المجتمع، عندما تتفكك الأسرة يعني تتفكك نواة المجتمع. نظرة بعض الأسر للزواج لقدر حل مشكلة معينة هي نظرة خاطئة. الزواج لا يحل مشكلة، الزواج يعني هي مرحلة تأسيسية ل احنا نسميها بعلم النفس الفسيولوجي لإيجاد خلية أخرى، وهذه الخلية توجد خلية أخرى، وهكذا يعني يتم صناعة جسد يتصدى لمشكلات المجتمع ويلبي طموح أبنائه. أما أن يعني يكون الزواج هو حل لمشكلة فهذا بحد ذاته هو إيجاد مشكلة أخرى، والمشكلة تصبح مشكلة مركبة، وبدل ما تحل مشكلة معينة يجب علينا أن نحل مشكلتين أو ثلاثة، خصوصا إذا صار عدم اتفاق بين الزوجين نتيجة أعمار صغيرة، نتيجة عدم الدراسة، نتيجة اختلاف البيئات وإلى آخره. لحظي نفسيا احنا نقول شلون الانسان ممكن ان يبدع، ممكن ان يعطي، ممكن ان يواصل دراسته، ممكن ان يحقق ذاته اذا وفرنا له الحاجات الاساسيه. يعني وهاي الحاجات الاساسيه من المسؤول عنها لتوفيرها لافراد المجتمع؟ هي الدوله. لابد ان توفر الحاجات الاساسيه على القدر ولو البسيط، يعني أوفر له سكن، أوفر لهم يعني على قد القدر المعيشة، تأمين صحي، وبالتالي أطلب أجي منهم أنه يدخلون بيتهم مدرسة وتكمل دراسة. هم يفتقرون إلى السكن، إلى الأمان، إلى الوطن، يعني ترى السكن هو وطن، يفتقرون إلى الغذاء، إلى الأكل والشرب، يفتقرون إلى الصحة، أنه ما إذا تمرضوا غير قادرين على العلاج، وبالتالي راح تبقى هاي العائلة كل تفكيرها يدور حول هاي الحاجات وكيفية إشباعها، فراح تصير آنية. اليوم قدر الأب يوفر العيشة، يجوز شهر ما يقدر يوفر لهم إياه، وهاي كلها هاي الأشياء اللي تحصل بالأسرة راح تأثر في تكوين شخصية الأبناء. أبناء هاي العائلة راح تكون شخصياتهم مهزوزة، راح تكون ثقتهم بنفسهم ضعيفة، يبدون إذا البنية تريد تتزوج حتى تخلص من هذا الواقع، تريد أحد يعيلها، تريد تكون أحد يسندها، تكون تشعر بالأمان، وهي ما ذكرت تقول أنا أريد أشعر أنا تزوجت، هي مو لغرض الزواج، لشيء افتقدته في طيلة حياتها، وبعد حتى من كان الأب، هي هم ما مستقرين نفسيا، يفتقرون للأمان بسبب عدم توفير الاحتياجات الأساسية. احنا من نتكلم ونقول والله ما خلاها، مو هو شلون يخليها للمدرسة؟ المدرسة هم يراد لها مصاريف حتى لو كانت مجانية، يعني روحة البنية يحتاج لها ملبس، يحتاج لها أكل، يحتاج لها مصرف، مو؟ فإذا هو ما عنده يوفر، احنا يعني يقول لي أنا مثلا، يقول لك أنا مكان استقر به وأأمن على عائلتي أنا ما عندي. بالنسبة لوضعك يعني ما أعرف إذا أسأل هذا السؤال، يعني خليتي محامي، محامية موضوعك، لو أنت ما قدرتي ماديا منو ساعدك وصارت إجراءات قانونية للانفصال؟ فهم يعني قالوا لي راعوا حالتي وهاي وأنا ما عندي وهاي، فإنسانية يعني واحد من يمهم قال راح اسوي شيها انسانيه، تريدين حقوقك وهاي، فسوى لي يعني قضيه، ما اعرف شنو سوى، بس طلعت رحت مراجعات وهاي، بس هذا المحامي ابد ما اخذ مني اي شيء،
قال هاي اسويها لله واساعدك. وبقيت هم راجع عليها على المؤخر مالتي، وصار طلاق محكمة. هم ما هي تجيهم تبليغات، ما اعرف هو يجي لا انا ما ادري، هذا الخير والله محامي يعني وقف لي وسوالي اياها. ظليت اخذ اني النفقه مالتي تجيني كل شهر، هاي النفقه فادتني اني هاي الفتره يعني اساعد امي بيها، اقدر اشتري لي شيء اساعد بيها، اشتري بيها اشياء ونبيعها، ظلي نبيع اشياء من البيت شوي يعني طورنا من نفسنا. لحظه، احنا هاي الحاله اللي انعرضت هي اولا نتيجه يعني الحالة الاقتصادية الضعيفة للعائلة اللي أثرت تأثير مباشر على المستوى الثقافي والتحصيلي للأبناء. أيضا مستوى التحصيل للوالدين جدا ضروري، لو كانوا متعلمين ما هكذا يكون مستقبل الأبناء. يعني ترى الابن لا يقرأ ولا يكتب يعني، والبنية يا دوب شيء بسيط. وهاي احنا ب 2023 عائلة بكاملها أمية، كم عائلة مثل هاي العائلة هي أمية؟ لابد انه ينظرون الى الحياة غير نظرة، يعني لابد التعليم، لابد التعليم انه ولو للقدر اللي يساعدها على اجتياز ازماتها، قراءة الاشياء الضرورية. لكل فرد يعني توجد دوافع، وهذه الدوافع هي محركات للسلوك. فمثل ما عندنا دوافع بيولوجية اللي هي دافع الجوع والعطش، يعني يخلينا نبحث عن العمل وحتى نشبع هذا الدافع، فأكيد عندنا دوافع أيضا مكتسبة أخرى اللي هي التعلم، يعني زيادة مساحة الأفق المستقبلي، النظر إلى المستقبل. هذه الدوافع أيضا مرتبطة بالبيئات، هل أن هذه البيئة هي تلبي هذه الدوافع، تلبي هذا الطموح؟ يعني عندما نشعر أننا عندما نبحث عن عمل ويوجد مثلا نسبة 40 إلى 30 إلى 50 مهما كانت النسبة من العاطين عن العمل، هذا يعني يسوي بينا حالة تسمى الفريستريشن اللي هو الإحباط. مصطلح الإحباط حسب النظريات النفسية مرتبط بالكثير من الدوافع يعني البيولوجية، اللي هي مثلا دافع العدوان. فرويد وجماعة التحليل النفسي يقول الإحباط يولد العدوان، فهذا الإحباط ممكن يولد فئة من الشباب قد تكون لديهم دوافع تستغل من جهات لا تريد مصلحة هذا الشعب وهذه على سبيل المثال وهذه الدولة، حتى اللي سافرون إلى الخارج. أيضا تأثير هاي العائلة على ذهن الفتاة بأنه هي جميلة والخطاب عليها أكثر من أختها، هذا خلى في داخلها أنه كيف تتزوج، أنه أي شخص يتقدم لها هي تقبل به للخلاص من واقعهم الحقيقة، واقعهم الاقتصادي السيء، لأن لا يوجد سكن، ضمان ماكو، أمان ماكو بالعائلة، وبالتالي تريد تشيل الحمل أو تخفف عن الأب والأم بإقبالها على الزواج. وعندما ارتبطت صارت الكارثة، يعني هي أصلاً طفلة ما تعرف تتعامل مع الزوج، مع العائلة اللي راحت لها، فزواج سريع وطلاق سريع، يعني مدام شهرين. هاي كارثة أنه عمر طفلة تدخل لزواج لهيك حالة، زواج وطلاق. ما نستبعد أنه قد يستغلون من قبل جهات أخرى، في مثل ما نشوف في بعض الحروب العبثية مثلا في القوقاز، كانوا هنالك
من العرب يعني صبغة إسلامية، وفي أفغانستان وهسه الحرب الأخيرة ما بين روسيا وأوكرانيا دا نسمع عن ما يسمى بالمرتزقة. طبعا هاي الشعوبية ما تضحي بأبنائها، لكن اللي يأتيها من الخارج قد يستغل بهذه الطريقة. هاي كلها مسائل لا يفقه بها أو لا يعلم بها الشاب اللي هاجر إلى هذه البلدان. لا أكيد أنا أنصحها أنه لو تكمل الدراسة، حتى لو تدخل يعني إذا عمرها صار كبير، أكو مراكز العصرية لمحو الأمية، أروح أقلها أكمل استفاد منها، تزيد خبرتي، نظرتي للحياة تتسع. هي حياتها مختصرة يعني، ضيقة في بيئة كلش ضيقة بين أم وأخت متزوجة وما عندها غير هي وأمها، فنظرتها للحياة مو خارج هاي العائلة. لابد أنه يعني تغير من حياتها نحو الأفضل. هي خطأها أنه الزوجة تركت الدراسة. لكل شخص أكيد وضعه يختلف، ومن مرحلة لمرحلة أكيد إلى تغيرات، ممكن قرارات جديدة. شنو قررتي بأنه تكملين بزواجة ثانية؟ وضعك الحالي شنو؟ وضعي الحالي لأني أختي الأكبر مني تزوجت وقسمتها زينة، يعني أحسن مني الحمد لله والله يوفقها. بس أنا ما رافضة هسه أنه أتزوج، أريد أمي يعني توقف على حيلها، أخويا يصير زين يعني وضعه، حتى يشوف شلون. هو قال لي يعني إذا وضعنا هيك جوز يسحبنا يمه، فمنتظرة هذا الأمل يعني جوز أخويا يسحبنا يمه. بعد إذا أريد أتزوج ما أفكر أتزوج. هو هم يقول لي يعني عوف انسي الزواج هسه، أنت بعدك صغيرة، جوز هناك يمه يعني نستقر ونقعد هناك أحسن من وضعنا هنا. إن شاء الله موفقة في حياتك القادمة، ونتمنى عدم الاستعجال بالارتباط مرة ثانية إلا للاختيار الصحيح. شكرا جزيلا. نصيحتي لهذه الفتاة أن لا تأخذ الأمور بالنسبة المطلقة، يعني هي تركت الدراسة لأجل أن ترتبط، وارتبطت حتى تخفف من معاناة أهلها، ومن ثم يعني صار انفصال، وهذا الانفصال ترتب عليه أمور مادية لمساعدة أهلها. يعني حسب الاطلاع على هاي المسألة، هذا يسمى يعني النسبة الثابتة اللي هي مطلقة، هاي تكون تبعاتها يعني سلبية وآثارها سلبية، العفو، وتبعاتها خطيرة في كون أنه تجعل من الفرد عرضة يعني للتصدي لمشكلة واحدة فقط دون أن تكون لها آثار أخرى. هم ما ينظرون للآثار السلبية، فقط إيجاد حل لمشكلة معينة. فأني نصيحتي إلها حتى لو أرادت يعني تهاجر أو تلتحق بأخوها، أن تخلي على بالها أنه قد تكون الحياة اللي مقبلة عليها مو هي حياة وردية، وممكن أن تصنع حياة وردية بداخل بلدها هنا إذا يعني زرعت، أو إذا قام يعني أهلها على الأقل يعني أمها أو ما تبقى من أهلها أن يزرعون بها الطموح، ممكن أنه تكمل دراسة عبر الامتحان الخارجي للصف السادس ابتدائي ومن ثم المتوسطة. راح تجد كثير من الأبواب قد يعني فتحت، مجالات العمل واسعة، ممكن يعني هسه بعض الشباب حتى على الانترنت قاموا يعرضون بضائع ومنتجات، وخطوة الألف ميل تبدأ بمتر واحد أو بخطوة واحدة، أو رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. لا يوجد عمل إذا ما هنالك كان تعب وتفاني وإخلاص حتى ينجح بعمله.
احنا على فكره مجتمعنا مجتمع ذكوري معروف، الرجل او مسموح له كل شيء بدون عقوبات. احيانا تعاقب الفتاه بجريره الذكر انه اخوها قام بعمل يعاقبون اخته يعني. فلهذا انه لا تستغربين انه الرجل يتزوج مره ومرتين ويطلق وكل السهله عندهم، لان مقبوله من المجتمع ما عليه عيب. فوين هذا المجتمع الذكوري وين يحول العيب؟ على النساء، على الفئه الضعيفه. من هي الفئه الضعيفه بالمجتمع؟ النساء والاطفال وكبار السن. فبهاي الحاله مال الزواج اكيد عيوب الزواج من قبل الزوج تروح على المرأة، هي ما عرفت، هي ما تتحمل، هي الإنسان إيش قد يظل يتحمل؟ وماكو يعني شهر تريد تتفاهم وتمشي، ليش هي ما تتفاهم؟ هاي شيء طبيعي لأن عمرها صغير، هي انغرت بالزواج وبالبدلة وراح يجيبوا لها يشتروا لها ذهب، هي محرومة من هاي الأشياء، هي هاي ما عندها ما طال او مشتريه بحريتها، من ياخذوها يشتروا لها ذهب ويشتروا لها ملابس، عبالها هذا الزواج، عبالها هاي الاشياء اللي راح تشتريها وفرحه الزواج، هي ها هي وينتهي الامر. ما تفكر انه هناك زوج لابد ان وهذا الزوج ضمن عائله وكيف انا اتعامل ويا الزوج، كيف اتعامل مع عائلته. اكيد يحتاج لها انه فتاة عندها عقل ناضج، عمرها كبير، مو صغيرة طفلة طبعاً. لهذا شفتي زواجها شهرين وهذا شيء طبيعي.